النقطة الثانية تحقيق المزيد من الإصلاح. تحقيق المزيد من الإصلاح معناه إنك بتبني على ما تحقق، ما بتبدأش من الصفر. وأنا أعتقد تحقق الكثير في مجالات الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي وغيره، ولكن يمكن أن يتحقق المزيد من الإصلاح في المجالات المختلفة، وده لب البرامج الانتخابية للمرشحين المختلفين. فالهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار، ولكن في نفس الوقت تحقيق المزيد من الإصلاح.